تحييني ضاري مجددا جميع موظفي رئاسة جامعة القادرية، وكذلك الموظفين ديال جامعة قاضي عياد اللي تنسجلوا بكل فخر الحضور ديالهم التضامن معنا. كذلك على اثر الوقفة ديال الصباح تصاغ واحد البيان تصاغوا المكتب النقابي، وغادي نلقيو ان شاء الله البيان اللي فيه تفصيل لما حدث في الصباح وفيه تفصيل للمطالب الأساسية على إثر هذه الوقفة. أما الملف المطلبي فكلمة شهدت رئاسة جامعة القاضي عياد بمراكش صباح يوم 29/2/2012 وقفة احتجاجية لموظفي رئاسة جامعة القاضي عياد على إثر تعرض أحد الموظفين بالرئاسة إلى تعسف من طرف الكاتبة العامة بحضور معاونيها، علما أنه ليست المرة الأولى التي يتم تسجيل مثل هذه السلوكات، حيث تم الضغط على هذا الموظف نفسانيا أو نفسيا بتهديده قصد إلغاء قرار بتعيينه في مؤسسة تابعة للجامعة، وعند رفضه لهذا الأمر للانصياع لتهديداتهم تم تجريده من جميع وسائل العمل والوثائق بدون سابق إنذار أو صيغة تحمي حقوقه كموظف مارس مهامه بصدق وكفاءة واجتهاد طيلة مدة الوظيفة ديالو، وهذه بشهادة جميع الرؤساء والمسؤولين. وهذا الحدث خلق جوا مرتبكا ومشحونا بالرئاسة، خصوصا بعد نعت الكاتبة العامة لجموع الموظفين بكلمات جامع حفنة، وكلنا نعلم ما يعنيه أو ما تعنيه هذه الكلمة من قدح وإساءة بدون مس بسمعة الساحة بذاتها. بهذا نحيي تضامن الموظفين موظفي رئاسة جامعة القاضي عياد وموظفي رئاسة الجامعة على العموم، ونطالبهم بالاستماتة والاستمرار والصمود أمام استبداد واستفزاز إدارة رئاسة جامعة القاضي عياد. وعليه يطالب الموظفون موظفو رئاسة جامعة القاضي عياد بالنقاط الآنية: الإبقاء على السيد أمازر حسن في وظيفته وإرجاع جميع مستلزمات العمل من ملفات وكمبيوتر. ثانيا، وضع حد للتصرفات والسلوكات اللامسؤولة والتي لا تمت بأي صلة بإدارة تابعة لقطاع التعليم العالي. الإقالة الفورية للكاتبة العامة التي أظهرت عدم الإقالة الفورية للكاتبة العامة التي أظهرت عدم كفاءتها في التسيير. رابعا وأخيرا وليس أقل أهمية من مطالب أخرى، المطالبة بالحرية النقابية وعدم التضييق بأي شكل من الأشكال على العمل النقابي عملا بالدستور الجديد للمغرب. باش يشوفوا الصياغه ديالو، باش يشوفوا التفاصيل.
تحية نضالية لجميع الموظفين مجددا على التضامن ديالهم والمؤازرة ديالهم الزميل ديالهم، هي مؤازرة حددتها لنفسهم وتنسجلوا أن المسار ديالنا النضالي مستمر وفي تصاعد إن شاء الله إلى حين حل المشاكل كاملة اللي عندنا في الرئاسة. والموعد ديالنا النضالي إن شاء الله المقبل غدا في الساعة 10 نفس المكان، وتحية نضالية.